قص هنا. على سيرة الثروات شمس، يقال إنه قانون الجذب ساعد كتير نجمات إنهم يرتبطوا بشخصية ثرية، ومن بيناتهم ياسمين صبري اللي ارتبطت برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة. بتآمني بهالقانون؟ لساني شو صار له؟ ما قاله بالعادي فوت. لأنه ما أبغى شخصن الأمور، وأنا ما أحب عم نحكي عن الحالة، عن قانون الجذب. أيوة، بس أنت جبت أسماء، جبت أسماء لأنه هيدي الحالة المثيرة للجدل. هل ممكن لما راح أتكلم 20 قوس هنا وهنا أظافر الصناعيين هذيلا، هل ممكن لما راح أتكلم ما تتشخصن الأمور، ما تتخذ شخصية؟ هيدا السؤال بدك تطرحيه على المشاهدين شمس. لا، المشاهدين في منهم الواعي ويعرف أن أنا أو غيري نقصد الحالة وليس الأشخاص. أنت الآن تقول قانون الجذب، في العالم العربي صايرة الحياة عبارة عن ترند، موضة. الفترة دي موضة الطاقة والكلام عن قانون الجذب والطاقة. في يمكن 3% اللي يتكلمون علم حقيقي عن الطاقة. اوكي. وفي كم كبير يتكلم بشكل عشان يستفيد كورسات مباعة، أو عشان يكون له أتباع لأنه هو صار الآن الحكيم، لدرجة أنه صار الشخص الطبيعي اللي مو قاعدة تضبط معاه الأمور يحس نفسه فاشل. ليش؟ لأنه هو ما صار جورجينا اللي مع كريستيانو رونالدو، حين البنت صاروا يقولون لها شفتي جورجينا مع كريستيانو، كيف حصدت كريستيانو رونالدو وكيف صارت ثرية من وراه. هي عندها قانون جد، هي عندها استحقاق عالي. فالبنت أو المتلقي اللي تشوف كذا، لطالما ما ارتبطت بواحد زي كريستيانو، معناها إيش؟ ما عندها استحقاق، معناها إيش؟ فاشلة. حاجة ثانية، طيب شو اسمها؟ ياسمين. ياسمين تزوجت من هذا السيد. هذا السيد هو ممكن ثراء حديث، ممكن يكون هو يشتغل في شركة، ممكن يكون معاه شركاء وهو يمثلهم. أنت ما تعرف حياته ولا تعرف فلوسه ولا تعرف أشياء ولا تعرف مصدر أمواله علشان تعطي فيه رمزية وتعطي فيه شو يقولون السوشيال ميديا كلها تتكلم إنه اللي ترتبط فيه تكون سندريلا العصر. أنت مش بتتكلم عن سلطان بروناي، صح؟ أنت مش بتتكلم عن حد ورث الأموال والثروات أو بناها بطريقة على عمر أو whatever يعني. أوكي، احنا بنتكلم عن شخص رجل اعمال زي اي رجل اعمال. شلون هاي كلها اسئله هو اللي جاوب عنها، كيف صارت فلوسه ما صارت فلوسه، الله يستر عليه ويرزقه. لكن هل معنى ان اللي ما ترتبط في واحد زيه هذه لازم تعدم؟ طب لما اتطلقت من عنده الان قانون الجذب وينه؟ في غش عليه. بس هيدي كمان بتلعب دور مع مشاهير السوشيال ميديا اذا بدي اسم. لا، ده حياتهم فيك. وانت منك منهم؟ منو؟ انا لا، انا حياتي مش فيك، لكن انا الفترة الأخيرة صار تعاملي في الفن أو في عالم الشهرة، إذا لم أرتدي ماركات وأكون أنا شو يقولون فترينة الماركة يا علي، للأسف يبقى أنا مالي قيمة. إحنا الآن في عالم التفاهة، تمام؟ عالم التفاهة أنك أنت تلبس براند قيمك على البراند اللي وإنت لابسها. منهم؟ أنا منهم، أنا تافهة لأني أنا حاربت هذا الفكر كثير، والآن أنا مجبورة أكون فيه. ليه؟ لأنه أصبح تقييمك فقط عن طريق أنك أنت تطلع في السوشيال ميديا توري مجوهراتك، توري لبس حتى لو كانوا فيك. وتشز أغلب المشاهير، أغلب المشاهير ها يلبسون فيك ويعاشرون فيك، يطلعون علاقات، تشوف حبها وغرامها تقول يا لهوي، ده أنا لو في يوم من الأيام أتمنى ما أتمنى لزوج نفس هذه. في فنانة نجمة الله يستر عليها، هي لزبيان اصلا، الزوجة واحد مين؟ الكوكب كله حاسدها عليه وهي مش معاه. انا بشوف شيء زي كذا اقول يا ربي خذني من هذا الكوكب، لاني ماني مستحمله اللي قاعده اسمعه واشوفه. شغله ثانيه، فنانه ثانيه ونجمه ومشهوره، الفيديوهات الحب والغرام اللي مع زوجها يا الهي. وانا حضرت لهم موقف في اوروبا في حفله،
ضربها كيف ضربتها كيف طحوا الاثنين من اليخت في البحر ونزلوا جارز يجيبونهم ضرب أف. أقسم بعزة جلال الله أكيد يعرفه هي مين نجمة أولى ضربتها كيف زوجت عن جديد زواج جديد الزواج لا لا عم حاول حل لا لا ولا حد حاول لا تأخذ مني كلمة مني هبلة ولد عبيطة أنا مو بدوي تستدرجني تخيل هذه علاقتها كانت رمز للبنات والشباب هذا الزوج والزوج هذا الزواج الحقيقي أقسم بالله والناس اللي حاضرين ولبنانيين الكف اللي عطته إياه قدامك قدام كل العالم إحنا في اليخت خلصنا الحفلة وثاني يوم ماخذيننا عازميننا على غدا في النهار حتى مش كيف